السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع وهران لنقف على الأشغال تاع تهيئة الفضاء التجاري للمول الكبير اللي يقع في مركب سياحي تاع جران تورون اللي فيه فندق وفضاءات للألعاب المائية وعدة ملحقات. إذا اليوم نتعرف على ما هو يعني يجري عن ما يجري من أشغال لتهيئة الفضاءات والمحلات التجارية بالمول اللي ينتمي إلى هذا المشروع الكبير. إذا نخليكم تتابعوا يعني هذه الفضاءات التجارية التي سوف تفتتح في القريب العاجل. إذا أترككم مع هذا الصور والسلام عليكم.